عليكم ومرحبا بكم من جديد في قناة أمل كيتشن. اليوم جبت لكم طريقة جد سهلة كيفاش نظموا المجورة ديال المعالق والفراشات من كيتشن يوتنسل. غادي نبداو هنا كما شفتوا راني ديجا انا حطيت المعالق ديالي رتبتهم. واول حاجة كندير انا بالنسبة لي خديت القياس ديال المجر. الوغ القياس ديال المجر ضروري بالنسبه لي لان باش تشري داك لي ماتيريال باش تحطيهم تقدي فيهم يوتنسل معالق فراشات وماس. كما كتشوفوا هنا في الصوره هادو هما الشبيكات اللي خديت وهما بميزانيه جد رخيصه 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 بزاف. يعني هاد الشيء طاح عليا ب 2 دولار ما يعادل 20 درهم مغربيه. وغادي نشوفوا كما قلت لكم انا خصني ضروري نقي القياس ديال المجر. هانتوما كما كتشوفوا المجر ديالي هذا هو. انا عندي بزاف ديال المجره وانا ما خديت هذا المجر. هذا هو فيه الطول اكثر من العرض. الو خديت القياس ومشيت للمحل اللي دائما تمشي له دولار تري. هذا المحل كيبيع فيه الحوايج اللي كتنظمي بهم خصوصا المطبخ من شباكي من مهم بزاف ديال الانواع. انا عجبني اللون الابيض وما كاينش لون اخر باش نشري. خديت اللون الابيض وخديت القياس ديالي باش داكشي يجيني كلشي منظم مزيان. سو الشبكات اللي خديت فيهم ثلاثة ديال الشبكات بالطوالين بحال هذا الشكل. هذا هما ثلاثة بدولار واحد. وخديت شبكه اخرى ماشي شبكه وانما بلاستيكه جايه كاري بحال هذا الشكل. هذا هذه خليتها غير المعالق الصغار. بالنسبه اللي بغات المجر بالنسبه للمجوره الكبار راه كاينين وحدين بالطول وفي داك الشكل اللي شفتو نتاع الكاري. هما كاينين حتى هما طوال وبالالوان كاين في الكحل وكاين في الكري كنظن وكاين الابيض. سو كما قلت لكم رخيص بالنسبه ليا انا يعني ما يعادل 20 درهم مغربيه 2 دولار. وغادي نشوفوا كيفاش رتبتهم. مسحت المجر حطيت الشبيكات هاد الشبيكات الثلاثه مصافين مع بعضياتهم حده وحده وحده. سو القياس ديالي صحيح 100% عجبني. وهاديك وهنا كما قلت لكم انا ديجا رتبت المعلقات ديالي معلقه صغار معلقه الفراش ديال البيبي الفراشات ومعلق كبار وكذلك الماس. وهذه ما نساوهاش نحطها هنايا النور. واخا كان عندي واحد شويه ديال الفراغ ماشي مشكل هاد كده نحط فيها غير المعالق الصغار مع الفراشات ومعلقه ديال بنتي الصغيره. نحطت هنا المعلقات صغارين حطيتهم في على هاد الجنب هكايا باش يجيوني نيشان مع البواطه. وغادي نحط المعالق والفراشات وكذلك الماس. فوالا طريقه جد سهله وميزانيه رخيصه بزاف 2 دولار واي نوت. سو اي هوب يو جايز لايك ذا فيديو. كنتمنى ان الفيديو يعجبكم وما تنساوش ما تخلوناش بالتعليقات ديالكم. ما تنساوش كذلك تشاركوا من جديد في قناة أمل كيتشن. كنتمنى يوم سعيد للجميع وبسلامة. باي باي.